عارفين بقى يا جماعه مشكله عصام الوحيده ديت كان وهو صغير مامته مش فاضيه له خالص فكان سيبها شغاله طول النهار في البيت مش فاضيه له خالص فعلا انا ما بضحك كده الاخ ده انا لا لا مش خلاص عارفين. خلاص خف 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 خف, خف, خف. خلاص ايه هتخش ده هيعمل ايه خلاص انا غلطان انا غلطان انا غلطان هو ده هعملها تاني ماشي هتضحك على ايه هات على ايه لو تراجع وريني نفسك الو الو هات هات هو وائل بقى بتعمل حطه فين انت يا لو سمحت معاك قلم انت يا
ممكن اعمل مكالمه؟ اه قوي. مكالمه 50 قرش. ونعمل اللي علينا، والله ما طلعش دولي ما خسرناش حاجة. الرقم اهو وريني كده. هذا مش صحيح. داد داد تليفون فين جيت؟ الو الو بابا، it's your grandfather. انت كويس؟ ماما بتدعي لك. انا كويس، انتوا كويسين؟ احنا كويسين جدا. عاملين ايه معاكم بعد 11 سبتمبر؟ الو الو هاني، there are two men from the FBI to see you. الخط قطع، بس الحمد لله الواحد اطمن. شكر يا ابني، مش عارف اشكرك ازاي. يابا خليها على الله. اتش هارو ابيض. بص بص، ساعة القبض ما بتبقاش طايق تشوف وشي، صح؟ ليه يا عم؟ دي زبائن تقرف، واخدين على سبيرته. كام دول؟ عد؟ دول 400 جنيه، ليه الواد سايب بقى لك كام ازازة؟ دول ناقصين 110. كده كويس. علي الحرام ما ينفع. حياتك دي النعمة وحياتك دي النعمة، إن ال 110 ده هو كله طالع لي من الشغلانة. بعد اللف والدوران والشقة والمرمطة والتاكسيات وجوازات السفر. كملهم 500. ده هتعملوا عليا يالا؟ الحملة دي مضروبة. يا عم الناس مبسوطة و100 فل و14 إيه؟ مش هينفع والله. عايز إيه؟ 110. خلاص عدى عليا بالليل متأخر، هلم منك الباقي. بقول لك يا أخويا، خف ايدك على السبرتة شوية، الزباين دي عايزة تتلطش. ماشي؟ اتش هلو حمد الايجن فريند مسيو هشام. ايش تادي اتش؟ كانت ماشي مع الخبرات دي بيتكسر ولا ايه؟ ساعات وساعات ليها كنشف على كده مش حبيت تتريز. لا عندي مشوار. يو وانت سام ويسكي؟ يو وانت؟ وعندك 2 ويسكي بالمزاد. الابدع اتش والمزه اللي معاه. لسه منزلهم نوع ويسكي ايه؟ اكسر. Thank you.
بارز نار ابيض مالك كل عمي وعم شارق عبد العزيز وارض شريف والعشماوي والمسك تمك واللي يحبنا ما يضربش نار جريل تتبرمج عليا 4000 جنيه جايين حيرين طايرين جايين لمين يا ترى جايين للحاج عربي السكاره عليا النعمه انا صرف على المشوار ده نص طريق من الشغلانه كلها الله اكبر الله اكبر ورحمه امي ما شفت سعادتك سعاده الباشا زي الصح يا باشا سيادتك لسه في عابدين برضو زي الصح سعاده الباشا امسك يالا ما تخلي تخيرك علينا يعني خش في كمبيالتين مع مبارز واحده فيهم العنوان اللي فيها مضروب شطارتك تحصلها مبارز اديله الكمبيالتين اللي معاك طب بعد اذن سعادتك سعاده الباشا الواد ده كليفتي ما انا عارف يا باشا ما انا التاني واخد عليه شيك وبعدين ده يحصل لي كمبياله ميته بتاع مش شغال هنا يعني خليها الله منور يا باشا والله الله يحفظك بيعمل ايه القشيش ده مال هيتجوز بنته وجاي يقشها تبيها دوش فلوس بتاع بلوشي يا كده يطلع عين ام الحاج والحاج يطلع عين امنا اصحى يا ادم وانت تطلع عين ام الناس الغلابه على فكره الموضوع بتاع اخوك خلاص خلص عليا انا برضو خلص يا سيدي اعمل معروف خلصين يا ست بقى واحده واحده يا عم كلنا نطلع يا عم احنا مش هنخلص يا عم في بوالك يا عم تهشين المستشفى ولا ايه على فكره وهب اخويا جاي من السفر النهارده ينفع ينفع ونص تشكر يا زوق صباح الفل ايه بقى راحت علينا ولا ايه مش عارفين نقعد مع بعض ونقول الكلمتين او انت ما عندكش غيرهم الكلمتين دول ضيح هتدوس في الحل اللي لوس احسن ازعل ايش 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 ياك دي كلها ايه ده بتاع اخوك ممكن حضرتك تذكرة؟ اه اتفضل. حنة؟ ازيك يا صاح؟ انا انت ايه اللي حدفك هنا النهاردة؟ وايه الجو اللي انت عنده ده؟ دي اقل حاجه عندي وبعدين انا طول عمري استلايت ولا ايه يا لوز ده بدل يا بنت ما تقولي وحشتني يا حشاشه القلب على كلمتين بتوع السيما معاك سكرتين سيما في اقبحها سيما فيك يا مصر تيجي اديهم لصاحب حاكم هي بتاعت افلام بس يكون الفيلم ثقافي انت مش استأذنتي ايه اللي مقعدك مستنيك الاوضه هسيبها لوحدها صاحبتك دي زنانه قوي كل ما تشوفني تسالني على موضوع اخوها ما دام انت شاطر كده ما تشوف لاخويا شغلانه بدل ما هو بيغسل صحون في شرم الشيخ ايه يا حنان خلينا احنا في موضوعنا انا اه ده اللي انت فالح فيه ايمن ابن عمي هيجي يتقدم الاسبوع الجاي وخليك انت في الستلايت بتاعك خليه ينفعك وانا عندي مشوار في حتتكم النهارده وهقابل ابوك سلام يا لوس لازم صاحب الجواز بنفسه امال ياكم بكره الصبح هتقولي معاك عدى يخلص اقفشه 50 جنيه وهو واقف زي الباشا سلام تصدق بالله يا واد انا افك امها حته وابيع عصاك في الوكاله ولا وجع دماغ امك دي يا الله في ايه يا الله في ايه الله دي ما لقيتش عربيه دي عامل لي فورم فيها ولا ايه كل يوم تنقطني بجنيه واتنين جنيه انت مخوانا يا عم انسي طب ورحمه ابويا ولا ربنا يولع في الميدان ده واحنا واقفين انا ده كل اراده العربيه وانا ما اديتش ايدي على فلوسك خالص غريين على الله انا فاكر يا اسطى انت مال امك انت الله هتعملهم عليا يا ما انا عارف
ما انا عارف يا انت فاكرني ده قاعد ضايق على صفير ولا ايه؟ عارف انك كل يوم تروح تركني قدام مدرسه البنات، عامل لي حبيب اخويا كده. طب ماشي يا حرامي يا بتاع حدة الكلاب يا هوهو، وحط امك يا سيدي. خلاص يا نبي عم منصور، قوم يا اسطى حب على راس المعلم بتاعك. لا يا عم، يا عم عيب كده. لا يابا، طب حقك عليا يا معلم منصور. انت مين بقى تطلع بين انت كمان؟ ولا حق ولا زيك يا عم. بدك خايف يا عم؟ بلا ولا نعمتي ولا بتاعه، هو هيقرفنا. اتكل انت على الله الوقت، شوف ابني عيش. اتكل انت على الله. خلاص يا اخوانا، كل واحد يروح لحد سبيله. فيه يا عم، ما كل واحد يشوف مصلحته. روق دمك يا عم ونس، ده واد غلبان. روق روق، انا جالك من طرف الحاج عربي تاجر بتاع الشارع عبد العزيز، وبات مول نبلوز. حاج عربي انت واخد من عنده التلاجه والغساله والبوتاجاز، وكتبت على نفسك كباليه. يا ساتر، ده حريقه. انت بيها شطه. حسابك كام؟ 3 جنيه. منهم كمبالتين معدهم الشهر اللي فات. فخلهم باين من اوله، من خمن. قلت لي بقى ايه القصه؟ ما بالراحه يابا، ايه؟ الكلام لا مؤاخذه اخده وعطل، الحكايه مش قفش يعني. انا عندي بقى قفش، وريني بقى مقاسات كتافك يلا. ما بالراحه يا عم ونس، صدق باللي خلقك ما جاش لمصلحتك. انت هات مين ده لك على العنوان يا رضا؟ اهاني. بس يا سبحان الله، الزبون ده سابه كام يابا؟ انا بقول لك ايه، بقول لك ايه وانت بتقول لي ايه؟ بقول لك ايه عشان في مصلحتك. الحاج عرب عايز يرفع عليك قضيه. اسمع كلامي، دول 3 قواضي، كمبيالتين ده غير يا معلم العنوان اللي انت ضاربه. دي قضيه ثالثه لوحدها. تعرف انا حنسيك مكاني بقى، وانا هاخد الكمباليه. ايوه يابا، وصدقني ده لمصلحتك. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك يابا، تجيش ناس من بلد نصين؟ قول لي ازاي. انت نصاب. قول لي ازاي. طيب انت نصاب، وشكل امك كده مش عاجبني، عمال تتحنجل عليا من الصبح. في ايه يا عم؟ قول لي ازاي. طيب انا اقول لك، انت تدفع الوقت اللي تقدر عليه يومين اسبوعين يابا عشان خاطر الرجاله دي، اعدي اخد الباقي. ماشي؟ شوف بقى، انا هودي وشي الناحيه الثانيه. طب بس ما لقيتش في المنطقه دي خالص، ويبقى كده اتكتب لك عمر كتير. ماشي يا برنس. لا اقبل اول بال 3 جنيه حق السندوتشات. ادي ال 3 جنيه. ماشي يا اسطى. خد تعالى يا اسطى. بس وحات ام، انا حق اعرف اخده ازاي. طيب تتحمى في صبيانك، انا هوريك لما تبقى لوحدك. تعالى عايز. تعالى اطلع. ايش يا ولاد الحراميه؟ استنى، انت طلعت جيزك وقفه؟ عجل يا راجل يلا، كنت بتسرق يا هوا. انت معاك عدوان. اول كمبياله تمام، تعمل لها كام الحته دي؟ مصلحه ولا حب مصر؟ تسليك. عملها 300 دقيقة. ايه ده؟ اديني كام يوم. ماشي. اهلا اهلا ست العرايس، يا دي النور يا دي الهنا. دي بقى اخر العدود، بنتي الدكتوره حنان. ادب ايه واحترام ايه. باين حاج، ربنا يخلي. ماسكه في مستشفى القاهره العام، كلمتها هناك تمشي على الكبير قبل الصغير. وليه؟ تعرف واحد اسمه حسني جد الرب خليفة؟ الحاج حسني. مال شوف يا مؤمن، الراجل ده ابن حتتي، يعني بالعربي اللي يضره يضرني. ضرر ايه؟ ربنا ما يجيب ضرر ولا حاجة يا حاج. هو الكلام لا مؤاخذة، ايه مش اخده وعطا؟ حكايه وما فيها ان الراجل دوت اللي هو الحاج حسني سليم، الله ينور عليه، اخذ شويه اجهزه كهربائيه من عند تاجر في شارع عبد العزيز. وكتب على نفسه شيكات. التاجر عايز يرفع عليه قضيه ويدخله السجن. العبد الله بقى قال لك بدل السجن والحوارات والبهدله نحل الموضوع بالمعروف. طب احله ازاي بقى؟ قلت اروح لكبير المنطقه. مين الكبير هنا ولا مؤاخذه وليه كلمه ووضع في الحته؟ مفيش غير الحاج صالح الششتاوي. الله يكرمك. عدنا العيب يابا وازح. لا يا سليم، قلت اجيلك وعندك كلك واجب يعني،
صاحب وراجل مجدع. اه شوف يا استاذ واجبك تاخده على عيني على راسي. الله يخليك يا عم. ايمن ايمن ايوه يا حاج. تعال تعال. ادي النور يا للهنا. منور يا استاذ. ده نورك باشمهندس ايمن ابن اخويا الكل في الكل في اللوندري هنا. اهلا وسهلا. معلش هندسه عايزين واحد عند الاستاذ وندهلي على عمك الحاج حسني. طب ان كان ولا بد يعني خليها لمون ونبعب. ايمن ماشي يا عم. حاكم العبد لله ربيت ولادي زي ما ربونا اهالينا. احسن حاجه. بسرعه يا ايمن. الواد الكبير بقى ماسك فندق في شرم الشيخ حاجه فخمه قوي. ما شاء الله ما شاء الله. بيت يا حنان. برأي يا بيت. ده البودي بتاع اللوندري. انا اللي وضعت التصميمات بتاعته زي الحقيقي بالظبط. منظر ده بقى سيدي سر الصناعه. يعني ده منظر بس؟ امال انت فاكر ايه؟ ده خشب واقف بس الوش من بره ايه فابريكا. والله افتكرته من الوكاله. انت بتغسل الشغل في الغسالات البراميلي بتاعت البيوت وعندك هنا بقى ترابيزه ومكوه حركات كده يعني. تعالى تعالى. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. شكلي نايم. بابا ما قالكيش حاجة؟ جهزي شربات، اعملي قهوة، جاي لنا ناس. يا بنت الشغل مكمكم على بعض. شوف البيت تقولها المية مقطوعة تقولي ايه؟ يخرب بيتك وبيت المية المقطوعة في يوم واحد. النبي تتوكسي. هو في حد خاب خيبتك من كتر العرسان شربات؟ منور المقطع. عليكم السلام. اطلع اهلا حاج حسن. اتفضل يا حاج. اتفضل يا حبيبي. امال الواد ده هنا بيعمل ايه؟ ايوه يا حاج حسن حط نفسك مكاني. اروح للتاجر اقول له ايه؟ وبعد ما تزعلش مني ده يدخلك النهارده السجن قبل بكره. دي فلوس وده راجل تاجر. يعني ما انا هقول لك ايه يا ولدي؟ يابا تقول ما تقولش. انا اقوم من هنا انا مؤاخذه معايا الفلوس. حقي ما يزعلش. قول لي يا عم صالح. بقول ايه يا حاج حسني؟ معكش اي مبلغ؟ النص مثلا؟ لا لا نص ايه وربع ايه؟ ياخدوا الشيكات ويديني النص وانا ادفع الباقي من جيبي؟ ده عصافير انا ولا ايه؟ عصافير ايه وبتاع؟ ما عيب الكلام ده يا استاذ. امال ايه بس يا عم الحاج؟ وبعد ما تزعلش مني. انت رحت دخلت المحل وفتحت صدرك وخدت بضاعه بقد كده. ما تجيش تقول لي النهارده الحكايه والروايه واصل وفصل. قوم كده استهدى بالله ولم الفلوس. انا غاوي يا ابني اقعد بقعده زي دي من قدام واحد من اهل حتتي. انا لو معايا ابني ما كنت دفعت وفضيت السيره بالمره. وانا غريب يا حاج؟ احنا اهل. وبعدين يا اخي ما انت سطرت بيهم البيت. وانت لو مؤاخذه شربت بيهم خمره ولا لعبت بيهم قمار. لا اله الا الله. شوف يا كابتن صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. عايز تقدم الشكل للمحكمه قدم. عايز تحلها بالمعروف يبقى تختص لي كده 10 ايام واسبوعين وتجيني. وانت يا حاج حسني شوف حكايه الذهب بتاع بنتك ده وقرشين من هنا على قرشين من هناك تتحل ان شاء الله. ايه رايك؟ وبعدين بقى انت حيرك وتعرف تسلك الموضوع. نايم يا اخي صاحب المحل اسبوعين ولا حاجه لغايه ما الراجل يشوف له صرفه. وزي ما قلت لك الموضوع ده عندي انا. ها وانا كلمتي سيف يعني لما ادي كلمه على رقبتي. مشيئة الرحمن الفلوس تكون جاهزه عندك. قلت ايه يا ابني؟ قال لا اله الا الله. هو في كلام احسن من كده؟ مش عارف اقول لك ايه والله يا حاج صالح. انت كده بتكتفني مؤاخذه وبتحرجني في شغلي. لا انا عارف انك قدها وقدود. ماشي هتصرف. عدى عليك بعد 10 15 يوم بس قصاد الراجل اهو. فلوسك على الترابيزه. ماشي يابا؟ ماشي يا ابني. السلام عليكم. مش عارف اقول لك يا حاج صالح والله علموني. نورت على الواجب اللي انت عملته معانا. نورت يا حبيبي. السلام عليكم. عيد النور. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الف سلامة. الله يسلمك. Yeah.
فتحي فتحي يا سوقي ده الغباء بتاع ده انت مش عارف انا مين مش عارف انا مين ايه اللي انت عارفه قول لك مش عارف انا مين مش عارف اعمل فيك ايه اساسا قول لك ما تديش انت هتعمل ايه يعني هتعمل ايه يعني هتعمل ايه ما تديش انت اي ده انت كمان بتعمل انت عايز تسوق على اسم اللي انت طلبه كده 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 طبعا هتدفع يا ست ما عندناش برتقال بيتنج ما عندكش برتقان بيتنقى وانا بشحت منك وانت هتديني المفعص يا بلاش ده مين اللي مش هيعدي ده وانا يا ست لما خدت المنتجر كنت نجيته وانا مالي انت حر انت والتاكر بتاعك تستفلوا مع بعض بس ما خدش انا المفعص والمعفن يا ست ما عندناش برتقان ان شاء الله ما عندك برتقان انت هتعملي فيها بتاعي برتقان انت صلى على النبي يا اخوانا في ايه في ايه حاجه حاجه ايه يا ابو حجه وانت ايش حشرك يا المامه ده مش ناقص غير الصيع كمان في يا ست انا كلمتك وانت تقدر تتكلم يا ابن الكلب يا صايع كتكنيله عليك وعليه ده مش ناقص غير الصيع كمان كتكنيله اما مره على فاضي وابيحه بصحيح هم النسوان كلهم كده حد خربها غير النسوان الله العظيم زين يا عم تكين ده ليه قدامك لسانها متريليوس بقول لك ايه انا مش نق بس وحياه النبي راح الناس غلابه يا عم غلابه ولا مش غلابه ما كلنا غلابه لما انت تنجي وده ينجي البقى وديه فين ارميه محتاج لما يديني السبوبه كده عم يعني عايز يكسب وانا عايز اكل عيش وانا كنت بنجي يابا انا بهزر معاك ما كفايه تهزنا بسببك صدق بالله المفروض مدفع لك فلوس يا عم خلى عنك خالص نارك ابو بيت بتلك في الشارع بس لأي حاجة الكون ده أمك عندها لحمة وأنا قدك كده زمان كنت بقعد أنا طول النهار طيب مش معقول لا مش ممكن ازاي عامل ايه ازاي وحشني معايا ضيف اهلا وسهلا تعال اهلا وسهلا فينك يا راجل معقول عامل ايه يعني ده ما كانتش عايش يا راجل ده بقى استاذ رياض الكبير بتاع البيت ده المدير يعني اه ده بقى لا سيب لنا الضيف وهعرفنا بنفسه خش جوه هات البرتقال كمان برتقال تعال معايا ازيك وحشني جدا انت كمان فينك وفين اراضيك ها بتشوف امك شوف امك انا هيتها طلع عيني خد اشرب لسه مفيش اخبار عن ابوك اخبار ايه واحد هجم البيت من 15 سنه يا عم هو واحد بس اللي هجم من البيت ده من 15 سنه دول اتنين قصدك عليا انا ماشي بس كل واحد له مؤاخذه يعني ليه ظروفه هو كل واحد امه اتجوزت يوم يهرب من بيتهم قول لي بقى سيدي بتشتغل ايه دلوقتي وساكن فين وبتنفذ تحت الكوبري في الشارع تحت عربيه تحت ترابيزه اي حته ما اعرفش ليه بيفكرني بيك يمكن عشان عنيد زيك ولا يمكن عشان البرتقال هو اللي جابك هنا زمان فاكر عارف وانا جاي كنت بغني ايه يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلولو يا حلاوة خلوها حلوة يا بنات خلوها حلوة يا جدعان يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلولو يا حلاوة ما قلتليش حبات فين اللي خلوها حلوة يا بنات يا بنات يا بنات ده خلاص خلوها نيلة نيلة سامة
بس يا سيدي فضل المرتب ينكسر عند الشركة، قول بتاع 3 أشهر لحد الشركة ما قالت لك أنا مش عاوز الناس دول، راحوا مسرحين كتير 300 واحد بقوا في الشارع. ده شركات كتير عملت كده عشان كده الحرامية هتكتر. الله أعلم العالم هتجيب منين يعني، معايش غالي. القعدة على القهوة بتكلف قد كده. هاي راحت يا معلم بالشفا. يا رفع شعبان، يا شعبان حساب. حساب عندنا شعبان يا عم، ده كتير والله. هو كل مرة لا مش حاجة. طب انا همشي بقى، استنى في مدينة السلام. سلام عليكم. السلام. طلع اللي معايا. ايه يا جدع؟ خمسين بقى 500. 850 بس يا حبيبي. لا تكلني. والثلاث اشهر اللي فاتوا بلوشي ده كل اللي معاك؟ الباقي بقى تدور عليا وتجيبه لي احسن اولع فيك. ماشي. مؤاخذه يعني، بقول لك ايه، ما تسيبك من الخمره المضروبه والفيلم السائد بتاعك ده، دي بقى مكسب وخساره. تقسم خسرت كله وكسبت الدور. تقسم انت الاول. خلنا خلي بالك انا اكلتها بمزاج المره دي، بس المره الجايه ممكن اتكسرها. اها ممكن. حساب يا شعبولة يا ابن. كابتن، كابتن في حاجة وقعت منك؟ حاجة ايه؟ ظرف في جورنال دور. لا فيش حاجة وقعت منك. يعني الظرف ده مش بتاعك؟ لا مش بتاعي. غريبة، انا كنت لقيتك ماشي قدامي والظرف تحت رجليك، قلت اكيد ده بتاعك، ده مليان فلوس ومعلوش اسم ولا حاجة، اعمل ايه دلوقتي؟ سلمهم بالليس وخلك 10% يا عم، مش جايز بتوع واحد غلبان بيدور عليهم. سلمهم بالليس احسن. بوليس مين يا عم؟ ده فيها سين وجيم،
انا سالتك طلعوا مش بتوعك. مش هدور اسال كل واحد في الشارع الفلوس دي بتاعتك ولا لا؟ بقول لك ايه، تعال نقسمهم بما يرضي الله، انت النص وانا النص. انا لا حرام، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. النبي يا كباتن، محدش شاف ظرف ابيض واقع ورا هناك. ظرف؟ وفي ايه الظرف ده؟ في 3500 دولار و500 جنيه بالاماره عشرات وشات ورق. يا دين النبي، ده على كده حلاوتهم كبيره قوي يا حاج. يا عم حلاوه ايه؟ خلص خلص. طب حط حلاوتهم في جامع ولا ايه؟ يا عم جامع ولا مش جامع، انت مالك؟ انا حشب بيهم يا اخي خمره دماغك. دماغك؟ طب لا انا ولا ابن خالتي بقى لينا دعوه بالموضوع ده. يلا يا سيدي اتاخرنا على خالتك في المستشفى. يلا. شفت يا عم؟ اهو طلع كافر ابن لذين، خساره في جتة ام الفلوس، بيقول لك هيشرب بيهم خمر، لينا حق ناخدهم ولا لا؟ انا مش عاوز حاجه. ولا فيه؟ خد يا جدع اهو، خد تعالى، في ناس هناك ورا شافوكم، مكان الفلوس وقعت وقال لك انك انت لقطها. ناس مين؟ لا انا ولا ابن خالتي لينا دعوه بالموضوع ده وفتشنا. انا ولا اعرفك انت ولا ابن خالتك ولا ابن عمتك، طلع اللي معاك. طلع اهو. ليك حاجه في الفلوس دي؟ انت واقف تتفرج عليا، طلع اللي معاك. وهات امي يا دكتور. ادي 100 120 150 بتوعك دول يا سيدي؟ لا مش بتوع، بس هروح الاسم. اسم انت هتكشم لنا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت مش وش حساب. ها خليك انت، وانا هرجع لك الفلوس دي تاني ماشي، والظرف معاك. انا مش عاوز فلوس، انا ماليش دعوه. انت هتسيح لنا الراجل واقف ورانا والموضوع لبسناه لبسناه. وبعدين فلوسك ايه ده؟ انا مستأمنك على شايل الفلوس قد كده، تقول لي فلوسك؟ استنى انا على الكافتيريا اللي في الاول دي، انا راجع لك. ها سلام. يلا يا جدع تعالى، يلا على الاسم. بس انا قلبي وقع في رجلي تاني مره، اثر مع الزبون اقطم على طول. طب انا اخدته دب دب وش على طول، على طول دب دب دب. طلع اللي معاك. طلع تعالى يا هنا، طلع بطاقتك اهو. يا باشا ما تطلع بطاقتك، ترد عليا. طلع بطاقتك كمان، بطاقه مضروبه. طلع الفلوس اللي معاك، طلع انت كمان. ده انتوا هتشبعوا في الاسم يا ولاد الجزم. فلوسنا والله العظيم يا باشا. هتطلع الفلوس ياد ولا ايه؟ طلع طلع كمان دولارات. كعب داير يا قلب الدروس. هيبقى حصلنا يا روح امك. محدش بتعلم بلاش. رايحة فين؟ الحمام. قال يا داخل ما بين البصلة وقشرتها. صباح الفل. انا قلت عد اخد الاستباحة من وشك الحلو. ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، انا تعبانة وعندي مغص، سيبني في حالي. شفتي بقى، بين اصحابنا الحاج صالح.
عارفه انا اللي عايز اعرفه حاجه واحده، انت امتى هتبطل كده؟ انت مش قايل امبارح انك رايح تطلب ايدي من ابويا؟ تعرف تقولي ما طلبتش ايدي ليه؟ ما انت بس لو تسمعيني وتهدي. ده ترتيب انا عامله افهمهولك، كان لازم اعرف ميه ابوك ايه الاول سليم عشان كمان هو يعرفني بدل ما ياخد لي مؤاخذه على مشام يعني. وبعدين وهبك ايه يا عم؟ الله يخرب بيتك على بيت وهبه. طب روح. طيب وانا جاي لك دلوقتي. ايه؟ انا عارفك لما تقفلي، مش هينفع اتكلم معاك دلوقتي. عندي مصلحه اخلصها اقوم وارجع لك. ده باسبور سواقه بقى يا سيدي؟ ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. يسلمك. تلات انفار ملطقين بسبب وهبة بتاعك ده. حد عازمك على الغدا النهارده؟ طب انا عازمك على حتة الدين غداوة في نفس المكان. ماشي؟ تعالى يا عم وريني السواقة بتاعك ده. الباقي اهو. اتأخرت كده ليه؟ خلصني المستعجلة. خلصت ايه؟ هو انا جوزك. بقول لك ايه، جبت ازازة الريحة؟ تمام. ماشي يا زلمة، حقها تتعمل. صرفيهم في الخير. أهم حاجة الأزاز مظبوطة. السبوبة كلها كنوس يا صاحبي. متشكرين، ما نقولكوش بحاجة وحشة. بقعد لي باب السما. أخوك يا زلمة. تاكس. خذ هذا الخروج. فلما غاب هذا الطرق اللي هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولما غاب هذا الخلق صارت القنابل الذرية تدوي هنا وهناك، وصار الملايين يقتلون في لحظة، وصار الناس يفكرون ويتكتكون إزاي يفسدون في هذه البشرية. خلق اليوم هو خلق الرحمة، خلق اليوم خلق الرحمة، خلق فعلا حبيب إلى النفوس لكن ضائع بين البشرية. اطلع بره. ايه قلت في ايه؟ طب انا في ايه؟ في ازاز صلصه. طب انا مالك يا جدع انت؟ ايه ده؟ طب انا يا جدع انت مالك يا جدع؟ انت مالك يا ابو بضربك؟ خبره يا فاسد؟ يا فاسد يا ابن الكلب؟ خبره خبره يا فاسد؟ خبره في عربيتي؟ يا فاسد يا ابن الكلب؟ يا عم ابلغ عنك تبقى على الله. خبره خبره. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هي البلد هتخرب من شويه يا كفره. ربنا يرزقك بقى من الدولة يا أخوك. أخوك أحسن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمك الله تعالى.
أسوي كم ده؟ 40 جنيه. ده بقى خارج نطاق الخدمة. سلام. بقولك اوعى تكون فاكر نفسك هتسرح ليه؟ هي دماغك عربية؟ لا وانت خف قوي مطعم قليل جيب بس هتيجي خف كنتش فاكرني هبلة يلا على مالك هنا يا هندسة اتفرج علينا الناس اوعى ايدك وجعتني يا اخي خلاص هرجع مش عايزه اتزفت اتغدى اسمعيني بس يا حبيبتي انا مش جاي اسرح بدماغك ولا اعمل معاك حاجه
وبعدين انا عايز اعمل معاك ارزع المشوار ده بس مشوار هنا في مصلحه خلاص اهو مقام ونروح بطلي فرجه على المسلسلات اتزوجت بقى وبعدين قدامي بتاع سنتين حضرتك النهارده معايا وهنا وبعدين يا حنة ده انت الحب والمشط والاسد والدب في الاخر كلام النعم ده بالسكينه تعرف اللي بينا حب وبتاع كده وحاجات ذمتك تعرف ان انا بتاع كده انا ما اعرفش عن الحب اصلا ولا اعرف انت ناوي على ايه انت ناوي على ايه ناوي على ايه يعني ايه يعني هتخطبني هنتجوز ولا مش كده قول يا اخي زي ما يكون ماسك عليا زي هتتجوز هتخطبني لو الخطوبة من بكرة الصبح يا بنت بس واحدة واحدة النهاردة ظبطت مع ابوك يومين وخلص معاه المواضيع بس دماغي فيها شوية مشاريع ايه تأكلنا اللوز حلو قوي انت في الكلام ما تتغلبش خلص المكان بتاعك ده لسه بعيد خطوتين من هنا ليه اروح قلبي يا واد يا بتاع القلب حوش يا اخويا حوش قلبك مطرطش حنية الله يسامحك انا في عرض اهلك عايز اروح الحمام يا ابني حمود امشي طب اقعد اعمل ايه على روحي راحة فين البيت من هنا تعالي مين اللي يغلب التاني انا ولا بابا ازيك يا بنت يا ايه؟ انت عارفاني؟ طب انا مين؟ بنت سكر فك بجد يا بنت؟ اه يخرب بيتك احنا رايحين فين يلا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يا زلمة يا نهار أبيض مديحة اخوها ده ولا مين يا اختي لا ده مش اخوها ده عامل زي عمود النور ومعاها واد من الاولاني على بنتين اه دي مره عايقه وكبيره بجد كده ليه وليا من اكل المفاتيح يا اخويا حنان يا ام دي بس الكل كنا قريبين من هنا وبعدين عندك حمام حمام اهو يا بالا لا ما تقولش يا الف مبروك يا الف مبروك يا حبيبتي يا الف مبروك اهدى يا ده الهنا اللي انا فيه زغرتي اللي ما انتش غرمانه كده يا واد تعملها ولا تقوليش اعمل ايه يما ده هي اللي هزربت لك الدنيا لما وسعتيش يا زلمه عشان تجري بسرعه يا حبيبتي واقفين على نفسك ايه الحلاوه دي يا بابا يا واد ما تتعافش عليا والنبي يا اخويا تعالى هنا بقول لك ايه يا والا كم سنه كده ما تسالش على امك طب بلاش تسال عليا اسال على اخواتك يا اخويا افرض ان مت ولا كان جرى لي حاجه بعد الشهر يا اخسى على البطن اللي شالتك ونفضتك يا واطي يا خسيس ما خلاص بقى اوعى كده فسح من قدامي وهتبات بقى ان شاء الله انت ومراتك هنا حق يا واد بقى تتجوز من غير ما تاخد امك معاك واهلها يطلعوا مين دول اللي قبلوك من غير اهل انت بس كلفك تاخد الجواز دي ليه ايه نيلك امال مين البت دي واحدة واحدة في بيني وبينها حاجات كده جاوي يعني يا زينب جاوي يعني يا زينب طب والله انت واد خسران دي باين عليها هادية ايوه هادية وبتعنونة وانا يعني مش عنونة وبنصرمة الله يكرمك على العموم انا مش دماغي موضوع الجواز دلوقتي لسه بدري بقول لك ايه يا ابن زينب اللي بيجي على الولاية عمره ما بيكسب ابدا وانت عندك اخوات بنات يا ابني خدوهم فقراء يغنيكم ربنا على العموم عمك حسين زي ما انتوا جاي طب والله دايما كان بيسأل عليك شاف لك حتة شغلانة انما ايه دكانة في التموين في السيدة بس معرفناش نوصل لك لا انت ساكن فين دلوقتي معلقتين سكر اه شفت البت ايه شفتها مش علقة بيك قوي يا ولدي ولا الواد محمد طالع بيك القلعة بيقول العيال في المدرسة قال ايه اخويا ظابط ظابط قال خد بقى كمل الشاي على ما ايه امسح حتتين الغسيل اه يا وسط بس لا لا يا حبيبتي ده انت ضيف عندنا والله ابدا عشان سيبيها يا ام سيبيها هو ده يجي ايه اللي عندهم تعال ده حنا تنشرهم بصابع رجلها الصغير لو ما كنتش تحلفي بس وسع عليها الباب يا والا افتح يا والا افتح وانا بيد ناسي بجدودك واخد الجنيه ابو مروحه ولا أيوة. اشد البابور نفس مش قادره اوطي عناي
بقول لك ايه؟ ما تقلع هدومك ده، هي تاخدهم لك فم على ما اخلص الغدا يكونوا خلصوا. فاكر انا اليوم ده يا امه؟ يوم الغسيل ده، يوم ابن هرمة. كنت سحابي من تحت مني الملايه وانا في عز النوم، وانت قلعي لي هدوم حته حته وانا برضو نايم. في الاخر خالص تفضلي تخوضي فيا في الراحه، وفي الجايه بقى تلاقي نفسي في الطشت بستحمى. هو انا طفشت من البيت من شويه يا امه؟ يعني كان تمر بتشوفي عليها وشويه؟ هم بيجوا، بس كل واحده بقى معاها يا ولدايه كم لحم، والحاله مع جوازهم مش ولا بد ملطشه مع الكل. بقول لك ايه؟ ما تشبك البيت ده هي بدبله لحد ما تفرق. ياما هي اشتكت لك؟ ما تطلعي نفسك من الموضوع ده. لا حرام بقى، والله حرام لو وقفت حالك. بعدين مالك هفتان كده ما بتاكلش؟ المهم انت اخبارك ايه مع ساحر؟ بقى الله اختي شعيب امار، ده بردك في مقام ابوك، وبعدين ده غلبان وبيصعب عليا. ابويا ده ايه؟ برضه اسمه جوز امه. ودي محمد عايزه منه اس بي هنا، عاوزاه يجيب لي فرختين من على السوق. هطلع انا واشوف الفراخ النهارده. ايوه يا اختي هناكل فراخ. ولا بقول لك ايه؟ عصات رايحين جايين، بصاصين بصاصين يا ولا، وخلي بالك الدنيا غرقانه ميه. لو النبي ايه؟ الحق عليا خايفه عليا من غيرها مش عارف اعمل ايه. اوعى تغرق. اوعى انت تشافي يا ولية. النبي ايه؟ تعالي بس تلخبط الولية وابنها وجيرانها. طب فين يا ولية؟ امي هتاكلك احلى فراخ. ولا ايه ده؟ ايه ده؟ يا عيني يا عيني، جايبها نندي يا رامي. ولا ايه من غيرك يا بت؟ كانت في حته دي نتفت علبه بس الخناقه شحورتها. كويس ان نزلت سليمه. عارفه احنا بخاف من ايه؟ من ايه؟ ولا حاجه. وانا بخاف منك. تعبيط، انا بان بس كده، بس انا قلبي زي البخت البيضه. اول مره اصلك طوبه وانت زي كل البنات تموت في الاسطوانات. انا احبك وانا بوسك. ما انت ياما بوست منات كتير تنكر. امك قرح مش بقولك المكتوبة. نغمتها حلوة الدنيا غنوة، نغمتها حلوة احنا اللي نصير ونغنيها. والدنيا دي الكلمة من غنوة قاعد اسمع القدر يقول وغني لعم حسين يقول له يجي على المحطة يجي واذبح له البطة يجي، يجي على الرشاح يجي واذبح له فراخ. استنى يا راجل الله استنى، ها صدر ولا ورك؟ خد يا حبيبتي، خد يا حبيبتي، خد خد يا حبيبي، خد يا دنايا. معذورك يا امو. ها خد انت، خد يا حبيبي كل وانت هفتان. يلا خد يا حبيبتي. لا انساك، ده انت زغلول الكبير. سواقة القطارات بتخلي دماغ الواحد عامله زي الغلايه، ما تظبطش بقى الا بكوبايه شاي من ست الكل النواره دي. ايوه الدحلب يمسه الدحلب، ما انا عارفاه. الراجل بيدلعك، حد يكره الدلع. فين يا اخويا الدلع ده؟ ما شفتوش ولا اعرفه. ما تاخدش على كلامها، ده احلى دلع تاخده منها. بس يا راجل اختشى الله، مش قدام العيال يا بس. بس يا راجل انا قدامنا يعني مكسوف ولا الله اسكت خالص. الله العيال قاعدين الله اختشى عيب خلاص. انا والله ما انا عامله شاي دلوقتي. لو كنت بس هتتدلعي هتقولي ايه؟
اقول ايه؟ يا بس انا ما بقولش الحاجات اللي بتاع ده عيب 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 يا مولاي. الله الله. اقول له يا حسين علمني العوم والنبي يا حسين، خدني في الغرق والنبي يا حسين. خلاص يا امي، خلاص يا جنيه يا جنيه ابو مروحه، زينب عروستنا ومروحه، يا زينب خديني على كفوفك، يا طبق القشطه على كفوفك. ايه اتبسطتي؟ شكلي كان زبالة. ايه ده ايه ده؟ واحدة جاية مع ابنهم، لا هي مراته ولا خطيبته، تبقى ايه؟ وحياة النبي انت بنت مجنونة، ما شفتيش الناس طايرين بيك ازاي؟ طايرين بيا؟ انا صعبان عليهم، ده انت حتى ما قلت لهمش هنتجوز امتى. طايرين بيا ايه؟ انت هتضحك على عقلي، خلص انا اتأخرت. طب تعالي. امسكي. ايه ده؟ $500 فلوس شغلانه كانت ماشيه 100 100، كنا هنعيش احلى عيشه خلقها ربنا. يلا عليه العوض. قعدت افكر في المكان الامين اللي هين فيه القرشينات دي، بصراحه ما لقيتش غيرك انت عشان اثبت لك بس انت عندي عامله ازاي. انت بتصلح معايا بقى؟ بصلح معاك ايه؟ وانا عملت فيك ذنب؟ اهم حاجه تعيني فلوس دي كويس، دي فلوس شغل، دي فلوس الشبكه ان شاء الله. ها هتخطبني امتى؟ ربنا يسهل. توفى انا ليه؟ انت كمان. انا بتاع الموبايل، مش فاكراني؟ حتى ليك ذمتي جنيه. جنيه ابو جنيه. جرايه يا بت، انت السياحي؟ انت لسه حتى ما طلعتيش من البيضه. البيضه دي عند امك. جرايه يا بت. بقول لك ايه؟ لو ده اكل عيشك انا هقطعه لك. سامعاني؟ هقطع لك عيشك هنا، والليل واخره اروح امك. لحد ما ارجع، عندي مشوار، عايز اتفرج على شويه لوحه. هنا؟ هنا فنانه بقى يا سيدي. قشطه. سلام سلام. يلا Do you like it? ما تيجي نروح البار احسن. كم درينك ويسكي بار اشت. I was born in New York, but I lived in many places. India, Japan, Africa. أخلا. What do you do for a living? I live anywhere. I live in house, hotel, small hotel.
اي سليب ان ستريت كده يعني. الشارع بالليل بيبقى عامل زي الاوضه الضلمه والناس عامله زي الكلاب السودر مع الصحاب. عمرك شفت كلب اسود في اوضه ضلمه وانت بالليل لقمه مرميه مستنيه اي كلب يجي لك زي ما انت مستنيه هشام كده؟ الكلب ده هيجي منين ما تعرفيش، ما جاش النهارده هيجي بكره او بعده. المهم انك تضلي خايفه. عارفه بقى امتى تضلي خوف؟ يوم ما تلاقي نفس الكلب من الكلاب دول. ساعتها تلاقي نفس الكلب ماشي يدور على لقمه لسه مرميه في شارع يكون جديد لك. انا اسف بقى العربي. I'm sorry my English not good. No, I don't understand anything you're saying, but I love the way you're saying it. You love? صحتك. ايه ده؟ لو جربت العيشة اللي بقولك عليها دي تلاقي نفسك تستلذ قوي من نومة الشارع. ليه بقى؟ ساعات الكلاب اللي بحكي لك عنها دي بتبقى ارحم من الناس اللي جوه البيوت. على الاقل وهي بتنهش في لحمك ما تضحكش عليك، هي عايز تاكلك وبس. الخوف بقى من الناس اللي جوه البيوت يعملوا حبايبك واصحابك وكده يعني، هم مخبين ورا ظهرهم سكاكين كبيره مستنيين لك غلطه عشان يضحكوا بيها. الكلاب دي وهي بتنعش في لحمك ما تسالكيش حاجه بتوجعك انت موجوعه هنا بتاع، ولا بيترسموا ويعملوا لهم اولاد ناس وهم اولاد 60 كلب. الناس دوت مين بقى يا ستي؟ اي حد، اي حد، حتى البت اللي انت بتحبيها بالنسبه لها شويه شبكه وحلقان وصيغه وفلوس وتربيت التيت تربيت التا، وفي الاخر قرف مسؤوليه وعيال وزغرات. يا اللي ما انتش غرمان شكل امك مش فاهم اي حاجه، بس احسن ما انت لو فهمت هتبقى واحد زيهم. You are beautiful. You know I like you. Do you want to come out with me tonight? Hisham's late. Where's the hashish? Did he run away with the money? Hisham, come. Hisham, come. Quiet, quiet. Hisham, good man. انت حضرتك معاك الحشيش دلوقتي؟ ما الخمرة شغالة وجايبة معايا كل القنوات ساتلايت. وهتبقى ليلة ضرب نار. اه والله. Hisham's a thief. I'm not that stupid. Hisham. ما ان شاء الله هشام يدوسوا قطر ولا يروح في 60 داهية. ايه اللي انت عامله ده؟ انا كنت خايف من فضايحك دي. ايه يا انت فاكرني حبساجي بقى؟ عيب يا اتش صلح معايا. We're going to the party. Do you want to come? You and your friend? Tell him about it. ايه النظام؟ انا معاك انا عملت لك احلى شغل مع الموز ده. ما هو باين. الولاية مش عايزاك معانا. Where's the hash? بس انا هطلع جدع معاك واخدك معانا. قوم حرام تفوتك حته الحشيشه دي. بس حته ايه؟ كسره. فين السنيوره؟ ده بدل ما تقول ريف اخويا وصاحبي ما تفوتوش ليله مفترجه زي دي. لا ايه؟ ايه على النسوان الهلومه دي كلها؟ ولا الحشيش؟ شوف انا بقى قلبي عامل ازاي؟
ماني مش موديني في داهيه غير قلبي ده. ابجد لخص يا رب. بص في شبوه هنا متقشره ومستويه على الاكل حلو. واحده ست غنيه واحده ليه قاعده لوحدها في مساكن شرق عند تحت سن عشق قدام عايزه تبيعه. قلت بكام دولار استلاف عليك؟ دي هي اللي بتسمع. لسه خمس ست اساتذه. من هنا لهنا الوليه عايزه واحد سكته الحكايه دي يأمن على كلامي. قلت لها عندي. اديني السكته يا رفاق. حد قال حد غير كده؟ طب لما دي سكتك نص ساعة وهتقفش فيها 500، طب سكتك ونص وبيني وبينك شغلانة حلوة وقامة وقامة. أنا مش فاضي، شوف لك حد غيري. بقول لك إيه؟ ما تعملش تندل عليا، أنت بتكح تراب، أنا قريب. أنت لسه خسران دم قلبك في شغلانة الخمرة المضروبة. عارف أنا. مش عاجبك 500 قول لي، 700 حلو. 8 إيدك الشغلانة يعني ولا إيه؟ تعرفها منين الولادة؟ يا عم عارفها. من الاخر الولايه دي لعبد الليله لسه بتشطب لها الشقه بتاعتها من قشم بتاع اسبوع. خلاص يا عمنا. امسك 300 جنيه. خلص. خلينا نشوف اللحمه الابيض اللي ملوش اصحاب الليره ده. مصر اموت بره مصر. مغردقه مصر وشرم مصر وغيره مصر. جنة ربنا على الارض. تعرف بقى انا لو اشتغلت بره الحته دي بره غردقه اموت. فكر انت بس. بعدين ده 100 واحد عايزين يشتغلوا في الغردقه. بس اشتغل ايه؟ اصلا انا ما بعرفش اشتغل حاجه. بيتش بوي. شغلانه سهله ومش بتاعت عليا. بيتش بوي؟ انا اهواجي يعني؟ وعندك واحد قهوة والدنيا نسور واحد يتذكروني ويصلحوا. نجم معكم كل الصديقات والاصدقاء وعالم صباحي الثلاثاء. من اجل غد افضل من فضلك نقطة نظام. نهارك ابيض. مال ايدك؟ وقعت واتلسعت من المكنه.
ده انت مزاجك عالي قوي قوي. حلو، يبقى نعمل احلى شغل. تضحك على ايه يا ابني؟ بضحك على منظرك ليله امبارح وانت خارج قصاد الوليه تتكف على وشك وقاعد تلم سوسه البنطلون والوليه عماله تصور زي ما يكون قراصه تعبانه. انت عملت لها ايه؟ يا عم ولحقت اعمل حاجه، دي وليه بنت مهبوشه باين عليها. الوليه قد ما قيمتها وداخلين مع بعض وراضيه و100 100 وهو بقى معلم قلعت البنطلون وده زي ما يكون جالها خبر ابوها سويت نو نو نو. معرفش يظهر الوليه دي باين عليها عفريت. عفريت اه. خلينا في موضوعنا، انت فاكر انت هتعمل ايه؟ انا عايز اعصابك حديد يا عم. خلينا على الله. اه يا دين النبي مش قادر امسك المكتب بيه. شويه عفش معايا، حبه اجهزه معايا، يعني حاجات كده. بس حاجات ايه؟ فابريكا يا ابن عم. خلاص قشطه يا ريف. انا الا الحاجات دي ما تجيبش 10 اسامي. يعني هي لو سالتني اقول لها اسمع 10 اسامي. اسمع بس ما تتغباش، لو لقينا الولية فوق وسالتك هتقول لها النوم بالخمس اسامي، ما لقيناش انا معايا مفتاح الشقه. بقول لك ايه، طلع المفتاح من جيبي. ايه؟ هفتح ازاي بايدي دي يا ابو مخ واسخ؟ ماشي يا رف، انا مش عارف انت بتقيم على امي ليه؟ يا تبص لدراعك. يا نهار اسود، كل ده بخمس تلاف جنيه؟ يا ابن النصابه، ايه يالا ده؟ ده ولا 50,000 جنيه. احنا جايين نشتري ولا نسرق يا ابني؟ هي الولاية اتأخر؟ ايه يا لوز؟ ولا رف؟ ولا رف؟ وانت شفت صار هنا؟ هات الدنيا في داهية، هات الدنيا في داهية. الشقة اللي فوق فيها الحرام. كان عايز يخلق الواد مفتاحه. ربنا يكرمك يا حاج، ده راجل كان غلبان، ده كبير قوي عند ربنا انك تدفنه في المقابر بتاعك. الله يرحمه كان بواب، ما شفتش زيه ابدا، عمل كل خير. لكن ما هنعمل ايه؟ هنرميه في الشارع يعني؟ لازم ندفنه. وحدوه يا الله. ما كانش ليه صوت، ولا هو عايش ولا لما مات. قول يا ايمن ابن الحاج ربنا يكرمه ويبقى دكتور، نزل كده اكشف عليه.
يا حاج ماهر من ساعة ما اتصلت وانا فاتح التربة، بس انت ما يرضكش الأذية. يا عم قلت لك التصريح جاي في السك، والمغرب هيدن دلوقتي، والراجل ملوش اي حد خالص. خلاص يا عم حسين، عقبال ما تخلصوا يكون التصريح جه، وتوكل على الله اكرام الميت دفنه. ده راجل غلبان واطيب بواب في الحتة. ما خلاص يا ابا، ما قالك اكرام الميت دفنه؟ شيل يا عم الغطا ده. اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انت عزلت تفنوا بالحياة، مش حيب عليكم. الله اكبر. انت عزلت تفنوا بالحياة ولا للخل يا دنيا وسخناكم يا حالة سجل الزايش حد يا عزايش الشقة وكده. عمر ما اهلي هيبخلوا عليا بالشقة اللي تحت. شوف لك حاجة غير دي. الشقة ايه؟ شقة ايه يا ابو شقة؟ انت اللي مش بتاع جواز. هو فكرك يعني لو رحت قلت لابوي اللي قدامك شوية ما هيصبر عليك. هاي روز. انت في ايه؟ اول مرة تاكل؟ بقى لنا سنتين اهو مع بعض. انا شارياك اشتريني انت. واذا كان على الكلام الناعم انا يا سيدي مش عاوزة كلام، بس تلحلح حاسس انك بتحبني. فكرك يعني ما سمعتش كلامك مع امك؟ سمعت، خدت في جنبي وسكت. بس اعمل ايه؟ اطلقك ولا امشي مع واحد تاني وانسى؟ مش بتاعتي. يا ريتني كنت بتاعك كده، كنت ريحتك وريحت نفسي. انا بقعد قدام المرايه بص على ايديا وعلى جسمي، متخيل راجل تاني غيرك بيلمسني بالكامل. مش عارفه حظي عامل كده ليه. بذمتك ما نفسكش البيت وعيال عيشه زي كل الناس ما هي عايشه؟ انا عايشه في شقه، وامي كل شويه تبص لي وتتحسر عليا، حاسس اني بختي مالي. وابويا خلاص ما قداموش غيري، بس ايمن لابدلي في الدوره مستني ومطفي لابويا لحد ما يتمكن مني. وانت في البلاله عامل زي الكلاب اللي بتلف في الشوارع، لا تكنيل عليك وعليا في يوم واحد. ايه يا ابني في ايه؟ ما تتكلم. انت فاكر الدرارات اللي بتقوم لي واحنا نازلين من عند امك؟ اه دول يحلوا لنا المشكله. بقول لك ايه؟ مالكيش دعوه بالفلوس دي، انت سامعاني؟ حسب لا تزور تموت. بقى انت عامل لي فيها ذهب والهول من الصبح، ما نطقتش الا مجسرت الفلوس. فلوس ايه يا جربان؟ ده انا غرقك فلوس. مصيبه تاخدك. انت رايح فين؟ الحساب يا لول.
وبعدين بتقفي جنبي مهما كانت الظروف. ترى يتجوزك يقتلك. احلى استفتاح عندك. انا بقى كنت شوفي ولاعه ولا بيها من مين اللي فاتت. ولاعه بصراحه على النار ممكن تولع بيها السنه اللي فاتت كلها. ادي شهرين وهنا برضه يابا 3 جنيه. 2 جنيه بس. ماشي. بص يا معلم. ارقص. بقول لك ايه؟ انت عايز ولاعه تولع بيها الارض كله. شايف الحاله الاول كان يجي لك في اليوم الواحد 50 تاجر كشكول يلموا مننا البضاعه. عندك انا تلفزيون بس ياباني؟ عندي اريال صيني احسن من الياباني. اتفضل. يجي لك واحد اتنين نهار ما تقول جاي. حاج مدين وش الجبس. انا ماشي. ايه يا جدع طالب لك شاي خده واتاكل. السلام عليكم. عليكم السلام عمر. والنبي عندي اسئله عايزين نعرف بس التلفزيون اللي بره تمنه كام؟ اتفضل. التلفزيون ده شفت اعلانه في التلفزيون. ايه رايك يا ايمن؟ حلو. ده بيقسم الشاشه وتايمر واربع سماعات. عارفه يا بت ده زي بتاع فاتن بنت وصيف. ايه رايك يا ايمن؟ على كل حال ده بيت حنان واللي هتقول عليها جيبه. لا بس سعره غالي. ده المحل اللي هناك في واحد اخوه بالظبط وارخص. ارخص ولا اغلى؟ ما البيت محوشه 2000 جنيه. اسمع الكلام وال 2000 جنيه هنعوزهم. بص يا ايمن ما تستعجلش اليوم لسه طويل. يلا بينا. السلام عليكم. طب سلام عليكم يا حاج. مع السلام. الواد ده ما يجيش هنا تاني. انت سامع؟ ده هرد زبون. ما شفتش صورته ماليه الجرايد من يومين؟ سرق شقه وقتل عيل بعيد عنك. انت مصدق الجرايد يا حاج؟ ده نجى العيل وبعدين الجرايد ما قالت ان هو كان ماليش صالح. الجرايد قالت ايه وما قالتش ايه؟ وبعدين احنا خلاص شغلنا بقى في المحمول. كان خالتي وخالتك وتفرقوا الخلاف. ده محل اكل عيش. مش عاجبك حصله. ايوه اصحى لي كده يا حاج. يا ايمن البيت البيت مش لاقيها يا حاج. ايه يعني لما غبت 6 اشهر ولا سنه كنت راجع راجع امال ايه اللي بحبك وانت اللي في خيالي؟ كان ايه ده كله؟ حط نفسك مكاني كده اهو.
بعدين انا قايله لك من زمان على حكايه قايمة. قلت لي حاجات تانية كتير، ان مفيش حد غيرك، ان مفيش حد تاني هيلمسك. يا خساره. ابعت لي 200 كرتونه فاضيين. تعالي هنا. انت فاكراني ايه بريالة؟ ما تستنيش. ايه يا انا؟ ما تقول لامك يا حنان اللي عايز منك ايه وفي ايه؟ بالله على حد موته. ما تقول لامك يا حنان. ما تقول لامك انا وقتك عندك في الشارع. اديني فلوس. اديني فلوس يا بنت الكلب. بنت العصفور من امك يا فايزه. يا حنان. يا حنان اللي خدت منك ايه وانت خدت مني ايه؟ يا حنان يا بنت الكلب. لما بنتك الاول خلاص يا اخوان، خلاص يا جماعه. انا اقدر امشي في المايه. What? I can walk in the water. Give me $100. I walk in the water.